أرحب بكم أصدقائي الأعزاء في هذا الدرس الجديد من دروس الجغرافيا للصف الثالث الثانوي الأدبي، وهذا الدرس مخصص للوحدة الرابعة المناخ، الدرس الثالث الأعاصير المدارية. الأعاصير المدارية، كلمة مدارية تعني أن هذه الأعاصير تتركز حول المدارين، مدار الجدي في نصف الكرة الأرضية الجنوبي ومدار السرطان في نصف الكرة الأرضية الشمالي. إعصار كاترينا المدمر، كاترينا اسم شخص سمي نسبة له هذا الإعصار، من أعنف الكوارث وأكثرها تكلفة في التاريخ الأمريكي. إذن عنيف أي أنه شديد صعب، كوارث مصيبة وأكثرها تكلفة أي كانت الخسائر حجم الخسائر فيه كبيرة. الزمان صباح يوم 29 آب عام 2005 حدث هذا الإعصار في هذا اليوم. أين حدث الإعصار؟ المكان ساحل مدينة نيو أورليانز في ولاية لويزيانا الأمريكية، أي في الولايات المتحدة الأمريكية. نقرأ: بدأت العاصفة بارتفاع الأمواج عند الساحل تدريجيا، رافقها هطولات مطرية غزيرة، ثم اشتدت سرعة الرياح لتبلغ 280 كيلو مترا في الساعة، وقد أدت المياه المتدفقة إلى جرف السدود التي كانت مقامة على الشواطئ بهدف حماية مدينة نيو أورليانز المنخفضة من الفيضانات والأعاصير. وهذا تسبب في إغراق 80% من أحياء مدينة نيو أورليانز وإلحاق الخراب والدمار في الولايات التي مر بها الإعصار، حيث غمر أكثر من 200,000 منزل وحصد آلاف الأرواح وخلف عشرات الألوف من المشردين، وقد قدرت الخسائر المادية ببلايين الدولارات. إذا مدينة نيو أورليانز في عام 2005 في شهر آب شهدت عاصفة شديدة بدأت بارتفاع متدرج للأمواج ثم بهطولات مطرية غزيرة. وفي هذه المدينة كان السكان قد أنشأوا سدوداً لحماية مدينتهم من الفيضانات، لأن شدة الهطولات المطرية وكمية المياه التي هطلت العالية جرفت هذه السدود. وبما أن مدينة نيو أورليانز تقع في منطقة من الأرض منخفضة، فإن الفيضانات والأعاصير أصابتها بشدة ولحق بها الكثير من الدمار، وتشرد أهلها ومات منهم الكثير، والخسائر كانت بلايين الدولارات. لنعمل على تفسير آلية تكون الإعصار المداري وكيفية مواجهة أخطاره. إذن سوف نسأل نفسنا كيف يتكون هذا الإعصار حتى نستطيع أن نحمي أنفسنا منه ونواجه أخطاره. سوف نناقش الآن ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر حتى يحدث لدينا إعصار. هذه الصورة تبين لدينا إعصار، هنا نجد أن هناك نقطة مركزة في قلب الإعصار وهناك ما يدور حولها. يمثل إعصار كاترينا أنموذجاً للأعاصير المدارية الهوريكان. إذن الأعاصير المدارية هي الهوريكان الذي يطلق عليها تسميات متعددة في كل منطقة تضربها، إذ تنشأ في المناطق الاستوائية. إذا تبدأ الأعاصير من مناطق الاستوائية، من خط الاستواء. إذا هناك نطاق نسميه نطاق الضغط الجوي المنخفض الاستوائي، جنوب المحيط الأطلسي وبحر الكاريبي وخليج المكسيك. هذه هي المناطق من العالم التي تبدأ عندها أعاصير الهوريكان وتتحرك نحو المناطق المدارية. سنناقش هنا حالة مدار السرطان، وتتصف بأنها عواصف دوارة، أي أنها تدور حول محور واحد. حلزونية، أي أنها صغيرة من الأسفل وكبيرة من الأعلى. هائلة، كبيرة ضخمة، تدور بسرعة كبيرة، أي أن سرعة حركة الرياح، دوران الرياح ضمنها كبيرة جدا، تصل إلى 119 كيلومتر بالساعة أكثر، حول مساحة من الضغط المنخفض. إذن في مركز الإعصار يكون الضغط الجوي منخفض، ويستمر الإعصار أياما تصل في الحد الأقصى إلى أسبوعين. إذن فترة وجود هذا الإعصار هي أسبوعين، ثم يفقد قوته لسبب أو آخر. لنقرأ هذه الخريطة التي تبين لنا مسار إعصار كاترينا. هذا الإعصار يبدأ هنا في منطقة مدار السرطان جزر الباهاما، ويتحرك إلى شواطئ فلوريدا هنا، ثم يسير عبر خليج المكسيك، ثم يدخل إلى اليابسة هنا عند
ولاية ميسيسيبي، وهنا في المركز عند ولاية ميزوري وغيرها، ويستمر لينحرف إلى اليمين عند ولاية إنديانا ويصل إلى ولاية أوهايو. لدينا هنا على الخريطة تيار الخليج الدافئ الذي أيضا يبدأ من جامايكا من هنا، ثم يدخل إلى خليج المكسيك، ثم يعبر تقريبا قريبا من الباهاما ويوازي السواحل الشرقية للولايات المتحدة. آلية حدوث العواصف المدارية. إذن كيف تتشكل العواصف المدارية؟ لدينا هنا ثلاث مراحل، المرحلة الأولى يبينها هذا الشكل، ثم لدينا المرحلة الثانية يبينها هذا الشكل، ثم المرحلة الثالثة يبينها هذا الشكل. أولاً، الشمس تضرب مساحات شاسعة من المياه في المحيط، وفي هذه الأثناء سوف تتبخر كميات هائلة من المياه، تبخر شديد، كميات هائلة من المياه، هذا التبخر الشديد، ونسمي عملية التبخر صعود حملاني، أي أن الهواء الذي ترتفع درجة حرارته هنا ويصعد إلى الأعلى يحمل معه بخار الماء. نقرأ هنا أن درجة حرارة المياه السطحية تصل إلى أكثر من 26.5 درجة مئوية. عندما يرتفع الهواء إلى الأعلى ولا يزال يكتسب بخار الماء، إذن استمرار اكتساب بخار الماء، لا يزال هذا الهواء يشبع ببخار الماء وفي مركزه، ضغط الجوي منخفض وحول الإعصار الضغط الجوي مرتفع. الآن عندما يتحرك هذا الهواء في نصف الكرة الأرضية الشمالي تبدأ لدينا المرحلة الثالثة، وتحت تأثير قوة كوريولس التي تحرف الأجسام المتحركة عن مسارها الأصلي، تدور هذه الرياح حول المحور المركزي لها الذي يوجد فيه الضغط الجوي المنخفض، ويتشكل لدينا الإعصار. لدينا هنا أيضا مقياس سافير سيمبسون لشدة الأعاصير، فأعاصير الدرجة الأولى تكون سرعة الرياح فيها من 119 إلى 153 كيلومتر في الساعة، ونلاحظ أن هنا لا تزال الأشجار فقط تميل هنا قليلا. ثم أعاصير الدرجة الثانية وسرعة الرياح فيها 154 إلى 177 كيلومتر في الساعة، ونلاحظ أن هنا أوراق الأشجار بدأت تتفلت من شدة الرياح، وبدأت الأمواج هنا عند الساحل تضرب. لدينا أيضا عصير الدرجة الثالثة سرعة الرياح فيها 178 إلى 208 كيلومتر في الساعة، ونلاحظ أن الأشجار بدأت تقريبا تتكسر والأمواج شدتها ازدادت. ثم عصير الدرجة الرابعة نلاحظ أن سرعة الرياح فيها من 209 إلى 251 كيلومتر في الساعة، هنا الأشجار كليا اقتلعت من أماكنها، سقف البيت بدأ يتطاير، والبحر غمر الساحل بشكل كامل. ثم أعاصير الدرجة الخامسة وهي أشدها، سرعة الرياح فيها 252 كيلومتر في الساعة وأكثر، نلاحظ هنا أن البيت بالكامل بدأ يتطاير، والأشجار اقتلعت بكاملها، والبحر غطى كامل اليابسة. الآن لدينا هذه المعلومة، تكون قوة كوريولس شديدة بين خطي عرض 25 درجة شمال خط الاستواء وجنوبه، مما يولد قوة انحراف كافية لتشكل الإعصار. لدينا الآن هذا الصندوق، شروط حدوث إعصار الهوريكان مع التفسير. سنجيب على شكل جدول مكون من عمودين، العمود الأول ما هو شرط حدوث الإعصار، والعمود الثاني السبب. الشرط الأول هو وجود تيار خليجي دافئ قادم من المنطقة الاستوائية. ماذا يسبب؟ ماذا ينتج عن هذا التيار؟ ارتفاع درجة حرارة المياه السطحية. الشرط الثاني تسخن طبقة الهواء الملامسة لسطح الماء، وينتج عنه تمدد الهواء وارتفاعه نحو الأعلى وتولد ضغط جوي منخفض في المركز. الشرط الثالث وجود بخار الماء المشبع نتيجة التبخر، وينتج عنه انجذابه إلى داخل الإعصار، لأن بخار الماء سوف ينجذب إلى داخل الإعصار. الشرط الرابع قوة كوريولس في المنطقة المدارية من 5 إلى 20 شمالا، وهي قوة انحراف كافية لتشكل الإعصار. سابقا تعرفنا على شروط حدوث إعصار الهوريكان، الآن سوف نتعرف
على آلية حدوث إعصار الهوريكان. لدينا هنا مجموعة من الصناديق والتي علينا أن نرتبها. ترتيب الصناديق يكون كما هو مبين هنا. يعمل تيار الخليج الدافئ القادم من المنطقة الاستوائية على رفع درجة حرارة المياه السطحية، وهذا يسبب تسخن طبقة الهواء الملامسة للمياه، فيتمدد الهواء ويخف وزنه ويرتفع إلى طبقات الجو العليا، ويؤدي تبخر الماء وارتفاعه نحو الأعلى باستمرار إلى تشبع الجو به، وهذا يسبب المطر أو الثلج. فيتكون مكانه منطقة ضغط منخفض تجذب بخار الماء المشبع إلى داخل العاصفة. لدينا الآن هذا الصندوق عن آلية حدوث الهوريكان، وهو عمليا تحويل الصناديق السابقة، هذه الصناديق إلى نص يمكننا نقله إلى دفاترنا. لكن ما أسباب نشوء الحركة الدورانية للرياح حول مركز الإعصار؟ إذن نحن تحدثنا أن مركز الإعصار يوجد فيه ضغط جوي منخفض والرياح تدور حول هذا المركز. سنحاول الآن الإجابة على السؤال لماذا؟ لنلاحظ هذا الشكل. عبر هذا الشكل عن قيم الضغط الجوي في الإعصار. ففي مركز الإعصار هنا نجد أن الضغط الجوي منخفض، وهنا قيمة الضغط الجوي 996 ملي بار، هنا لدينا قيمة الضغط الجوي 999 ملي بار. ثم كلما ابتعدنا عن مركز الإعصار ازداد الضغط الجوي، فنجد هنا لدينا 1002 ملي بار، ثم 1005 ملي بار، ثم 1008 ملي بار، أخيرا 1011 ملي بار. إذا يبين هذا الشكل كيف أن الضغط الجوي يزداد من مركز الإعصار بالابتعاد عن المركز، وهنا الفرق بين 1011 ملي بار و 996 ملي بار. الآن نعبر هذا الشكل عن انحراف الأجسام المتحركة تحت تأثير قوى كوريولس. هذا الشكل يبين الكرة الأرضية وتأثير قوى كوريولس عليها. فكما تحدثنا سابقا، هذا هو الاتجاه الأصلي للجسم المتحرك، وهو بالنسبة لنا هنا الرياح وبخار الماء الموجود فيها. وهنا نصف الكرة الأرضية الشمالي وقوة كوريولس تحرفه إلى يمينه. ولو تحرك بهذا الاتجاه لانحرف إلى يمينه في نصف الكرة الأرضية الشمالي، ولو تحرك هكذا تقريبا موازيا لخط الاستواء من الشرق إلى الغرب لانحرف نحو الشمال إلى يمينه نحو الشمال، ولو تحرك بهذا الاتجاه من موازيا تقريبا أيضا لخط الاستواء من الغرب إلى الشرق لانحرف إلى هذا الاتجاه، ويكون الوضع بالعكس في نصف الكرة الأرضية الجنوبي. فعند التحرك من الجنوب إلى الشمال في نصف الكرة الأرضية الجنوبي تنحرف الرياح إلى يسارها إلى هنا. أيضا لو تحركنا من الشرق إلى الغرب في نصف الكرة الأرضية الجنوبي انحرفت الرياح إلى هنا إلى يسارها، ولو تحركنا من الغرب إلى الشرق في نصف الكرة الأرضية الجنوبي هنا انحرفت الرياح أيضا إلى يسارها بهذا الاتجاه. لدينا الآن هذا الصندوق. فسروا اندفاع الرياح من الأطراف نحو مركز الإعصار. فكروا في اختلاف قيمة الضغوط، أي الضغوط الجوية. بسبب انخفاض الضغط الجوي في مركز الإعصار وارتفاعه على أطراف الإعصار، تندفع الرياح من الأطراف نحو المركز. وفسر الحركة الدورانية للرياح بسبب قوة كوريولس التي تؤدي إلى انحراف الرياح وتولد الحركة الدورانية لها. الآن لنحاول التعرف على أقسام الإعصار المداري. لهذا الإعصار ثلاثة أقسام، هي عين الإعصار، جدار عين الإعصار، والمنطقة الهامشية. الآن لدينا هذا الشكل الذي يبين أقسام الإعصار المداري. في المركز هنا لدينا عين الإعصار، وهي المنطقة التي تكون سرعة الرياح فيها شديدة، وفي مركزها هنا يكون الضغط الجوي منخفض. ثم هنا حول الضغط الجوي المنخفض تكون الحركة الدورانية للرياح، وهذا القسم يسمى عين الإعصار. وعين الإعصار أي مركزه. القسم التالي هو
جدار عين الإعصار هنا، وعند هذا الجدار يكون الضغط الجوي مرتفع، وتكون هذه المنطقة هي أكثر أماكن هطولا للأمطار. ثم أخيرا لدينا المنطقة الهامشية، وهي المنطقة البعيدة عن عين الإعصار، يكون فيها تأثير الإعصار خفيفة. ولا ننسى أنه لدينا دائما صعود هواء دافئ ورطب إلى داخل الإعصار. لدينا الآن هذا الصندوق، أبين سمات كل قسم بوضع العبارة الآتية في مكانها المناسب من الجدول. لدينا هذه العبارات التي تصف أقسام الإعصار، وعلينا أن نوزعها في الجدول. التوزيع سوف يكون كالتالي: المنطقة الهامشية هي أطراف الإعصار وهي منطقة هادئة. منطقة عين الإعصار هي المنطقة الدائرية المركزية من الإعصار، وهي تخلو من الغيوم، نسجل فيها أخفض قيم للضغط الجوي. ثم جدار عين الإعصار تحيط بعين الإعصار، أي أنها تليها مباشرة، تبدو بصورة جدار شاقولي من الغيوم. ثم منطقة مضطربة وتحتوي على التيارات الهوائية الصاعدة. سؤالنا: متى يفقد الإعصار قوته؟ عند دخول الإعصار إلى اليابسة بعيدا عن البحر في عمق اليابسة، تنخفض درجة حرارة الهواء السطحي، أي لا يعود الهواء السطحي ساخنا كما رأينا، ولا يستطيع الصعود نحو الأعلى، فيفقد الإعصار جزءا من قوته. كذلك يقل الفرق في الضغط الجوي بين عين الإعصار وجداره. إذن على اليابسة يكون ذلك الفرق الذي رأيناه بين 996 ميلي بار و 1011 ميلي بار يخف بشدة، فيفقد أيضا الإعصار جزءا من قوته، بالإضافة إلى غياب بخار الماء المشبع، لأنه لا توجد على اليابسة مسطحات مائية تزوده ببخار الماء، فلا تتشكل هطولات مطرية مرافقة للإعصار فيفقد قوته. كما أنه عندما يبتعد الإعصار عن المناطق المدارية التي تكون فيها قوة كوريولس على أشدها، تنخفض قوة كوريولس فيفقد الإعصار قوته. لن نلاحظ أننا في هذا الصندوق قد عددنا العوامل التي تساعد على فقدان قوة الإعصار. نقرأ: تراقب الدول تكون الأعاصير واتجاه حركتها باستعمال أجهزة الرادار بالدرجة الأولى، القمار الصناعية والطائرات، فهي تلاحق الإعصار أينما اتجه، مقدمة المعلومات الكافية عن أي تغير في اتجاه ودرجة قوته، وهذا يمكن من اتخاذ الاحتياطات اللازمة وإنذار المواطنين بإخلاء المناطق التي قد تتعرض لهم. وما يؤسف له أننا لو فعلنا كل ما بوسعنا فإننا لن نتمكن من إيقاف الإعصار، لكن من الممكن الحد من شدته وتخفيف آثاره. إذن الحقيقة أننا الإعصار هو قوة طبيعية هائلة لا يمكننا أن نوقفها، إنما يمكننا أن نتوقعها وأن نخفف من آثارها بإنذار السكان بحدوث الإعصار. وقد استخدمت أجهزة الرادار والأقمار الصناعية والطائرات لتوقع الإعصار وملاحقته. هنا لدينا بعض الصور الملتقطة بالأقمار الصناعية لمراحل تطور إعصار كاترينا. في هذه الصورة لدينا هنا بداية الإعصار، في هذه الصورة نلاحظ كيف أن الإعصار اشتد تأثيره، أصبحت هذه الدائرة المحيطة بالإعصار أوسع، وهنا نلاحظ كيف انتقل الإعصار إلى اليابسة، وهذه الدائرة المحيطة به أصبحت واسعة جدا، وهنا في هذه المنطقة التأثير السلبي الكارثي للإعصار يكون على أشد. نقرأ: لقد وضعت عدد من الفكر لتغيير مسار الإعصار أو الحد من شدة اضطرابه والتخفيف من آثاره، منها محاولة التخلص من جزء من الطاقة الكامنة في الإعصار قبل وصوله إلى البر برش جدار الإعصار الغيمي بمسحوق الجليد الكربوني أو بأيود الفضة للتسريع من عملية التكاثف. إذن جرب العلماء بعض المحاولات من أجل التخفيف من شدة الإعصار ومن قوته، وارتكزت محاولاتهم على التسريع من عملية تكاثف بخار الماء، وذلك برش منطقة جدار الإعصار بمسحوق مسميه الجليد الكربوني يساعد على تكاثف بخار الماء، أو بمادة أيود الفضة التي تساعد على تكاثف بخار الماء أيضا، وذلك قبل وصول الإعصار إلى البر.
لدينا الآن هذا الصندوق، أفكر مع رفاقي بطريقة نستطيع بها الحد من شدة الإعصار أو تغيير مساره. الطريقة كما قلنا برش جدار الإعصار الغيمي بمسحوق الجليد الكربوني أو بعيود الفضة للتسريع من عملية تكاثف بخار الماء. لدينا الآن موضوع بحث، أبحث في مصادر المعلومات المتوفرة عن أهم الأعاصير المدارية التي تعرضت لها بلداننا العربية، ثم أسجل الأسماء مع ذكر الأضرار البيئية والاقتصادية التي لحقت بهذه الدول. أعدد هنا أربعة أعاصير. أولا لدينا إعصار عام 1925، وقد وصل إلى سواحل الخليج العربي في الأول من تشرين الأول، وتسبب بوفاة المئات وإغراق معظم السفن والمراكب التي كانت موجودة قبالة سواحل البحرين وقطر. ثم لدينا إعصار عام 1948 الذي وصل إلى صلالة في سلطنة عمان، مصحوبا بأمطار غزيرة استمر عدة أيام وقد تسبب في خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات. ثم لدينا إعصار عام 1959 الذي ضرب بقوة سواحل سلطنة عمان، وصلت تداعياته إلى الشواطئ الإماراتية وتسبب في عشرات السفن. ثم لدينا إعصار عام 2007 ويسمى إعصار جونو، الذي صنف كأقوى وأعنف إعصار، وهو إعصار صاحبه ارتفاع في أمواج البحر، والأضرار التي نتجت عنه هي عدد القتلى زاد عن 32، تسبب بإجلاء نحو 7000 شخص، دمر أكثر من 1000 قرية، واقتلع عدد كبير من الشجار المنغروف، وخسائره قدرت ب 1.5 مليار دولار. أصدقائي الأعزاء، أشكر لكم حسن المتابعة، وألفت انتباهكم إلى أننا سوف نرفق في قسم الوصف مجموعة من الروابط هي اختبارات وسبور لمدى معرفتنا وحفظنا لهذا الدرس، درس الأعاصير المدارية. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، ومشاركة القناة مع زملائكم حتى تعم الفائدة.